السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رمضان كريم على حضراتكم جميعا. معايا النهاردة خبرين. الخبر الاول مؤسف جدا عن وفاة فنان شاب كوميدي منذ قليل، بصراحة يعني ربنا يرحمه، مش هيغلى على اللي خلقه. وخبر تاني مؤسف جدا عن الفنان المحترم محمد صبحي ورد الفنانة يعني المحترمة أيضا عبلة كامل على شائعات كتير دارت الفترة الأخيرة. تفاصيل كتير. صلوا الأول على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام واشكروا الله. ونبدأ على طول. طبعا الفنان محمد صبحي بيعاني منذ فترة من مرض اسمه الدوار. المرض ده بيخليه مش متزن، أو هو طبعا في كامل قواه العقلية والعصبية، ولكن غير متزن إنه يلبي احتياجاته الشخصية، إن هو ينزل من بيته لوحده، إنه يعني يحاول يتحرك، لازم يكون في مرافق موجود معاه. طبعا أول حاجة لو سمحتم ادعوا له بالشفاء العاجل، لأنه بجد ليه مواقف محترمة كثيرة. لكن يعني المرض ده انا قلت عنه كتير، يعني قلت ان هو تعبان، ان شاء الله ربنا يشفيه. ولكن اللي دار ان في يعني شماتة من واحدة، يمكن اغلب حضراتكم طبعا سمعتوا حوارها مع ايناس الدغيدي، اللي قالت ان دي لعنة اصابته لانه واقف قصاد الهام شاهين في طبعا موقفها مع احمد زاهر وموقفها مع يوسف الشريف، وهو بيدعمهم جدا وبيقول ان هم بيقدموا فن راقي ونظيف، لكنها قالت ان انت دلوقتي مريض ومفروض ما تتكلمش في الفن. انتوا متخيلين يا جماعة؟ يعني بس هناخد ايه من واحدة ابوها مات غضبان عليها، حرمت نفسها من الامومة، تفاصيل كتير. والكلام بقى ده زعل جدا الفنانة المحترمة عبلة كامل طبعا، لانها داعمة للفنان محمد صبحي في مرضه، ودائمة يعني انها تدعي له بالشفاء العاجل. لامت جدا على الهام شاهين وقالت لها المرض دي حاجة بتاعت ربنا، ومفيش حد بيشمت في المرض لاننا كلنا معرضين ليه، كفاية الوباء والبلاء اللي احنا موجودين فيه بتاع كورونا اللي اخد مننا حبايبنا او اخد مننا ناس كتير. عيب يا الهام كل التفاصيل والحاجات اللي بتقولي فيها دي. المفروض هو بيدعم طبعا يوسف الشريف واحمد زاهر، وانا ايضا بدعمهم بقوة. احنا كلنا عارفين ان الفنانة عبلة كامل قالت ان احمد زاهر لما قال تصريحه بان القبلات عادة سيئة وستظل باقية، قالت انت فنان محترم وان شاء الله ليك مستقبل واعد. طبعا كل التصريحات بتاعت عبلة كامل والفنان محمد صبحي ما تعجبش الهام شاهين، هي عايزة الناس كلها تمشي على هواها، ان هي لحد الان يا جماعة قالت ان انا ممكن امثل ادوار اباحية ومشاهد سخنة، ما عنديش اي مشكلة في هذا العمر كمان، بس هناخد ايه من واحدة بتاعت الهلفوت وبتاعت لحم رخيص. لكن اللي يهمني من الكلام عنها ان احنا بس ندعي بالشفاء العاجل باذن الله للفنان الوقت المحترم محمد صبحي، ربنا يشفيه بإذن الله. ندخل بقى على خبرنا التاني اللي هو بجد محزن جدا ومؤسف جدا، عن وفاة فنان شاب لسه في مقتبل العمر في فترة العشرينات من عمره، وفاة الشاب التونسي. طبعا أنا بعز جدا أهل تونس وبقدم ليهم خالص التعازي في وفاة المرحوم الشاب ريان كشباطي. هو طبعا توفى منذ قليل إثر حادث مروع على الطريق. في ناس كتير قالت لا يا جماعة ده هو كان مثلا عنده كورونا أو تفاصيل. طبعا كل اللي بيموت الأيام دي بيقولوا عنده كورونا، ولكن يا جماعة هو توفى إثر حادث مؤلم جدا منذ قليل. طبعا تعازينا كلنا لأهل تونس الكرام. كمان آمنة فاخر كتبت على صفحتها وقالت والله يعني ريان كشباطي طفل مغروم بالفن، طيب تفرجت عليه في اول عرض كان فنان يهبل، قلت له ان شاء الله انه يكون عنده مستقبل كتير، اما ما نشاء الا ان يشاء الله، يعني ربنا ما اشاءش. وطبعا توفى منذ قليل. قالت قلبي زاد وجيعة على وجيعة، الله يرحمك ويغفر لك ويجعلك من اهل الجنة باذن الله. وحالة من الحزن الشديد فاقت السوشيال ميديا على وفاته، لانه قالوا ان هو كان على خلق وهو كان خفيف الظل وخفيف الروح أيضا، وكانت أعماله برضو يعني نقية غير خادشة للحياة.
وفاة الكوميدي ريان كشباطي بطل مسلسل التركة، إسر حادث مروع، ربنا يصبر أهله وربنا يرحمه إن شاء الله ويجعله من أهل الجنة في هذه الأيام الكريمة، أوله رحمة، ربنا طبعا لكل أجل كتاب، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعازينا لكل أهل تونس المحترمين الكرام، وكمان بنعزي أنفسنا في وفاة هذا الشاب، وكمان بندعي بالشفاء العاجل للفنان المحترم محمد صبحي. والجدير بالذكر لو سمحتم تدعوا لصاحب ومؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد، لأنه بجد حالته حرجة للغاية، وده حبيت أنوه عنه لأنه بجد في يعني لحظاته الأخيرة على حسب تقرير الأطباء. بشكركم، سلام عليكم.